أظن لو هنتكلم على أكثر الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بالفضاء السبراني أو بالظاهرة الاجتماعية على الإنترنت، أقدر أقول إن هي أولاً الحجب، زيادة الحجب والمراقبة الشمولية لكل الفضاءات الاجتماعية المادية منها والسبرانية، وكمان الاتجاه العام إلى تجريم أفعال هي أساسية وبسيطة جدا. يعني قانون الجرائم الإلكترونية اللي ظهر اللي صدر مؤخرا في مصر، اللي قلنا مؤخرا، يعني بيعامل الاتصال بين الأفراد وبين الأشخاص على أنه مجرم ابتداء إلى أن يثبت العكس. يعني بيحط قيود كبيرة جدا على حركة الأشخاص في الفضاء السبراني بعد ما أيد وقفل الفضاء المادي، بحيث أنه يحكم سيطرته على كل الفضاءات الاجتماعية اللي ممكن الناس يتلاقوا ويتقابلوا فيها ويفكروا مع بعض. وهو ده تحدي أساسي بالنسبة للنوع ده من العمل. يعني الحلول المقترحة له فعلا أنا مش عارف، يعني في حلول تقنية طول الوقت، الناس بيتعلموا يتجاوزوا الرقابة ويلاقوا وسائل جديدة للتواصل، وهي يعني لعبة قط وفار مستمرة، في وسائل جديدة بتظهر وكمان الحكومة بتتعلمها وتحاول تقفلها على الناس، فده يعني صراع لا ينتهي. وطبعا لسه فيه الأمل بأنه المجتمع ككل يكتشف أنه ده مش مفيد، أنه قطع سبل التواصل بين مكونات المجتمع وفئاته والفاعلين فيه والجماهير هو في الآخر مش مفيد، وبالتالي يحصل إدراك كده أو وعي ما أنه لا، إحنا عايزين نقدر نتكلم في الشارع وفي الإنترنت وفي غيره. يعني